الحمد لله هذه السنة الثالثة ليا مع البرنامج ديال العروسة، ولكن ما كناش كنتصوروا أننا غنحققوا هذه النسبة المشاهدة العالية خصوصا في هذه السنة الثالثة. والفضل طبعا كيرجع للفريق العمل ككل، دائما تنقولها من أصغر عامل حتى المونتاج طبعا، بالإضافة إلى يعني المساعدات اللي كانت اللي تحتها لنا طبعا الإذاعة والتلفزة المغربية. وبالخصوص ديال شوف تي في كنبغي نشكر كل الناس اللي كانوا تواصلوا معنا إلكترونيا وفي الفيسبوك وفي الصفحة الرسمية ديال العروسة، ودائما كنت كنقولها في البرايم، حنايا نجحنا بالانتقادات ديالهم والتشجيعات ديالهم والملاحظات ديالهم، ودائما كنا مفتوحين على أي ملاحظات كتخص البرنامج. فأنا اليوم جد سعيدة، وكنتمنى أنه نبقاو يعني مواصلين في هذا المستوى، ماشي غير في برنامج العروسة ولكن في كل البرامج اللي كتدخل البيوت المغربية وكتجمع العائلة المغربية.